رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج هدي رسول الله في رمضان. فيما سيكون حديثنا اليوم؟ اليوم سنتحدث عن نفحات الرحمن في أيام الزمان. حسنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المسداة والنعمة المهداة، لم يترك أمرا فيه خير لنا في الدنيا والآخرة إلا ودلنا عليه. ومن هذا الخير الذي دلنا عليه حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم أنه أعلمنا أن أيام الزمان ليست كلها على نفس الدرجة من الفضل، بل إنها تتفاضل وتتمايز فيما بينها. فإن لله عز وجل في أيام الدهر نفحات وبركات ورحمات قدرها الله عز وجل في أزمنة مخصوصة لأسباب مخصوصة. فمثلاً صيام يوم عرفة يكفر الله به ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة، وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ماذا أيضا يا أخي؟ ويوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد يدعو فيها بالخير إلا استجيب له، والثلث الأخير من الليل ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا ينادي عباده: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وعظم الله مقام الأشهر الحرم وقال فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. كما وهبنا الله عز وجل شهر رمضان وجعله خير الشهور وأفضلها، وضاعف فيه أجور الأعمال الصالحة، بل جعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر. إذن فالأيام والشهور تتفاضل وتتمايز بنفحات الله ورحماته وعطاياه، والسعيد الزكي هو من يتعرض لهذه النفحات ويستعد لاستقبالها واستثمارها، عسى أن تناله نفحة لا يشقى بعدها أبدا، والله عز وجل يقول: فاستبقوا الخيرات. وقد ورد في الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات رحمة الله تعالى، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. ولكن ما هذه النفحات التي ينبغي أن نتعرض لها؟ وكيف نستعد ونتجهز لها لنكون من أهلها؟ إن نفحات الله عز وجل ليست نفحات حسية أرضية كأكل أو شرب أو مال أو منصب، ولكنها في حقيقتها رحمات أخروية ونسمات روحية، بركات وهبات تضاعف فيها الأجور وتغفر بها السيئات، تفتح فيها أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. أيام يكثر فيها العتقاء والناجون والفائزون بالرضوان، نسأل الله أن نكون جميعا منهم. ولكن كيف يمكن أن نكون منهم؟ إن رحمات الله إنما تتنزل على القلوب، لذلك ينبغي أن نهيئ هذه القلوب لتكون محلا مناسبا لاستقبال رحمات الله وبركاته. أول طريق تطهير القلوب التوبة والأوبة والرجوع إلى الرب الرحيم الودود سبحانه، فنتوب إلى الله عز وجل توبة عامة من سائر الذنوب والمعاصي، وتوبة خاصة من كل ذنب وقر في القلب وتعلقت به الروح وأسر عليه العبد. فربنا دعانا إلى التوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكذا كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، حيث قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. ومن تطهير القلوب إزالة ما فيها من الكبر والعجب والرياء وحظوظ النفس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. ومن تطهير القلوب غسلها من أدران الكره والحقد والحسد والضغينة والبغضاء، حتى تصير قلوبا فردوسية مثل قلوب أهل الجنة الذين قال الله عز وجل عنهم:
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا مع الإقبال على الله عز وجل من كل سبيل، والدخول عليه من كل باب، واستمطار الرحمات في الخلوات، واستجلاب البركات بالدعوات. نقوم بين يدي الرب العظيم سبحانه مرتدين ثياب العبودية، نشعر أننا دائما في حاجة إلى الله، أننا فقراء إلى الغني، جهلاء أمام حضرة العليم، ضعفاء بين يدي القوي، وأننا نحتاج إلى الله عز وجل في كل نفس من أنفاسنا، وأننا لا حول ولا قوة لنا إلا بفضل الله وحول الله وكرم الله. فإذا تجهز العبد بذلك فإنه أرجى أن يكون أهلا لعطاء الله وخير الله وإكرام الله له بالعطايا والهبات والرحمات والنفحات في هذه المواسم المباركات. وأخيرا، فنحن في هذه الأيام قد هبت علينا نفحة من نفحات ربنا الكريم، فها هو رمضان قد أقبل، فيا لله ما أسعدنا به وما أشد فرحة قلوبنا بقدومه، فاللهم لك الحمد. وما لنا لا نفرح، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان بشر أصحابه وقال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وما لنا لا نفرح ونستبشر ورمضان هو فرصة العمر السانحة وموسم البضاعة الرابحة والكفة الراجحة. قد حباه الله تعالى بكثير من الفضائل فتجمل وازدان، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين ومردة الجان. ولله عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان، بل إن فيه ليلة هي خير من ألف شهر، فأين المستبشرون؟ بل أين المشمرون؟ هيا أقبل تعال، فرمضان فرصة عظيمة للتحول من الغي إلى الرشد، ومن البعد إلى القرب، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الضعف إلى القوة، ومن الحقد إلى التسامح، ومن الخصومة إلى الصلح، ومن القطيعة إلى الوصال. رمضان فرصة حقيقية للتغيير، فأدركها لا تفوتنك. وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. أخي، دونك هذه الفرصة، لا تضيعها، ففي رمضان كل أسباب الفوز مهيئة، وأبواب الخير والبركة مفتحة، والنفوس فيه مقبلة، والقلوب على الخير مجمعة، فماذا بقي؟ ما بقي إلا عزيمة صادقة توقظ القلب من رقدة الغفلة، وهمة عالية تدفع النفس إلى الارتقاء في مدارج العبودية، وإيمان راسخ يدفع الإنسان إلى المسارعة والسبق للفوز بموعود الله. ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. اللهم نسألك عزيمة صادقة وهمة عالية وإيمانا راسخا. اللهم لا ينقضي رمضان إلا وقد كتبتنا فيه جميعا من العتقاء ومن المقبولين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.